أنا البطل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3w.حياة.fm. برنامج أنا البطل كالعادة نفس المواعيد كل نهار أحد مع ضيف جديد. اليوم ضيفنا لاعب أكاديمية الشبيبة الرياضية القيروانية كرة القدم. إن شاء الله باش تكتشفوا تباعا في الحصة كالعادة. اليوم باش يرافقني في الإعداد أيمن ليغا في الإخراج التقني وسيف بولعريس في الإخراج الرقمي. أكيد ضيف اليوم لاعب أكاديمية شبيبة القيروان آدم بوعيسي. مرحبا بك آدم. مرحبا. وكذلك السيد جمال بوعيسي. مرحبا بك سي جمال. اهلا وسهلا بك سي عبد الله الحطاب. شكرا على الاستضافه في برنامج انا البطل استوديو حياه اف ام وكل السيد المستمعين ويسمعوا فينا على 90.3. شكرا لك سيد جمال. اكيد انا البطل كل يوم يعني كل حصه او كل حلقه نختار يعني ملاعبي اللي نراو فيهم عندهم مستقبل كبير سواء في الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه. اليوم اخترنا اللاعب ادم بوعيسي لاعب اكاديميه شبيبه القيروان. في البدايه ادم مرحبا بك، شنو تقرا؟ نقرا رابع. هاي بيه قد جبت معادل 16.87. تبارك الله. فانا مدرسه تقرا ابن مدرسه ابن عرفة. اكيد الحاجه بدينا بدايه قويه انه في الرياضه موفق بين القرايه والرياضه 16 سنة رابعة به. مش نسلك سؤال آدم، الرياضة هل أنه كانت غرام؟ هل أنه يعني فمش كون مغروم بها غرمك بها ولا وحدك أنت مغروم الصغرى بالكرة القدم؟ نصر معلوم بكرة القدم. ولا تحب كرة السلة؟ كرة القدم. إيش كون غرمك بها الرياضة؟ بابا. وبابا مغروم بكرة القدم بها. ومش نسأله سي جميل، سي جميل أكيد في عمره هو تبارك الله سنة رابعة إنسان يكون مغروم برياضة كرة القدم. أنت كولي فما بعض الأولياء يقولك القراية قبل الرياضة، تو تبدلت العقلية أنه فما مراحم بالقراية والرياضة أنه حتى طفلك تسنسه بشوي بشوي وتخليه يدخل فيك العالم هذاك باش يتأقلم. أكيد جدا خويا عبد الله، هو باعتبار توا التراوح بين العمل الجدي ونقولوا الترفيه لابد أن تكون عنده الوليد تكون عنده أكتيفيتي أخرى أور التعليم باش يكون موفق بين التعليم والرياضة. من بين الرياضات كرة القدم يتعلمك العقل السليم في الجسم السليم. الرياضة هي دومين نظيف برشا باعتبار الشارع اللي توا المحفوف بالمخاطر. أكيد جدا أنت باش تكون متأثر كوالي تكون مؤثر لابنك وتكون تصر على راحته باعتبار خطر الرياضة هي منافسة شريفة تعلمه تعود عليه بالإيجابي في التعليم متاعه. به أكيد تتدرب في الأكاديمية. قداش عندك؟ قداش من عام تتدرب؟ عامين. إيه تلعب في أكاديمية شبيبة القيروان ولا قبل لعبت في أكاديمية أخرين؟ قبل لعبت في أكاديمية أخرين. كيما شنو سمينا الأكاديمية لعبت فيها؟ كيما البوكا، كيما العربة، كيدز لاند. واخيرا اكاديميه شبيبه القيروان. علاش في الاخر اخترت اكاديميه نتاع الشبيبه؟ علاش ما قعدتش في البوكا ولا قعدت في كيدز لاند؟ على خاطر عجبتني الشبيبه القيروانيه. نحب نتمنى فيه. ولا خاطر اسم الشبيبه يجبد تاريخ كبير. والتريكو اللي لابسه انت تاع شكون؟ تاع الشبيبه القيروانيه. وانت تحب الشبيبه؟ ايه. يعني طموحك كبير في الشبيب. شني الخطه او المركز اللي تلعب فيه انت في الشبيب؟ اتاكون على اليمين، اتاكون على اليسار، اتاكون بوينت. هاي يا اخي تلعب بالساق اليسرى زاد انت بساق اليسار، عندك ساق يسار زاد؟ هاي يمين ويسار تلعب. باه وقاعد تشارك هكا في المقابلات الوديه وتظاهرات قاعدين تشاركوا. ايه. ايش عملتوا؟ احكي لي ايش عملتوا انت؟ ايش قدمتوا؟ ايش ماركيت من هدف؟ ماركيت برشا هدف. ومع شكون اللي لعبتوا؟ تتذكرش اسامي الفرق اللي لعبتوا لها؟ جليم بارك. ري صفاء. النجم الساحلي. والنجم الساحلي كي لعبتوا له اش عملتوا معاه؟ حصلنا 2-1. وين لعبتوا؟ في ري صفاء. اي مش في قروان. اها. والفريق انه اللي حسيتوه هكا قوي وقلق، ما اسمه الفريق؟ نجم. ما شكون لعبتوا الوريدو؟ اها لعبتوا لها؟
بلعبتوا في بعضكم هنا مع الأكاديمي البوكا، الأكاديمي المستقبل، ابن خلدون، شو عملتوا معاهم؟ مرات نربح ومرات نحس ومرات نتعيد. تتعادل. وانت سجلت اهداف في المقابلات اللي شاركت فيهم؟ ايه. باش نسلك سؤال، شكون اللاعب اللي ترتاح له اكثر وتلقاه ديما بحذاك حتى هو اللي يمهد لك باش تسجل انت الاهداف؟ واحد قريبك ديما تتفاهم انت وياه في الفريق؟ صاحبي شعيب. ايه، شو يلعب صاحبي؟ شنو الخطة نتاعو؟ يلعب وسط. وسط؟ باهي. سي جمال، اكيد الطفل الصغير ترقب فيه ديما وتشجع فيه، خاطر كي رابو ديما يرقب فيه ولا مو تشجع فيه تلقاه فرحان بك الحاجه هذيك وديما تلقاه يعطيك البليس. اكيد جدا، هو نحن نصره على راحته يعني، سواء كانت في داخل المدرسه او خارج المدرسه. من المدرسه نواكبوه من خلال تحضيرات التمرين نتاعو، شنو قرا شنو ما قراش، كونتينيتي نعاونوه احنا، فما اسئله صعب احنا نفسروهم له بيداغوجيا. واكيد في الرياضه نتابعوه كبير برشا، ننصحوه شنو البليس لازم ياخذوا، شنو النيجاتيف. اهم حاجه هو الانتوراج نظيف، سواء كانت بالاباء من لي بارون او حتى من اصحاب نظاف برشا، خاطر فما حاجه اسمها كوره، لعب نظيف يعني تلعب الكوره بولي ليزير، اي حاجه تجيب تبيعتها. والمدربين الامانه نتوجه لهم بالف تحيه شكر للامانه، خاطر ياثروا فيهم وكانه ولي يعني، ياثروا على كل ما هو حاجه ايجابي يزيدوا فيها وينقص منهم السلبيات اكثر حاجه، فهمتي؟ خاطر تعرف انت كما كنت نرجع ونقول ديما الشارع يعني محفوف بالمخاطر. الشارع ما عادش الشارع اللي احنا تربينا فيه احنا قبل توا، الشارع تغير، شارع تغير كل شيء. دونك احنا قاعدين نراقبوا فيهم كافضل ما يكون، بتضافر كل الجهود سواء الاولياء، اي واحد يحضر هو ولي لوليدات الناس الكل. هو كسؤال سي جمال، اكيد ولدك لعب في عديد الاكاديميات، علاش انت كولي اخترت باش يلعب في اكاديميه شباب القيروان؟ اكيد انت مادام اخترت اكاديميه شباب القيروان لانه فما اسباب باش خليتك ولدك تهز الاكاديميه. اكيد لما نقول القروين نقول شباب القروين، شباب القروين هي الام، شباب القروين هي اللي المرآة المعاكسه نتاع ولايه القروين كامل يعني. في الرياضه وشباب من قبل هي معروفه ب نجم نقولوا تكوينها على قاعده صحيحه لكل الاجيال يعني. كي نذكروا عديد الملاعبيه مثل بلاد طرابلسي، مكرم التيبي، بمهر الدندان، خالد بدره، يعني كانت في مستوى الامانه وصدرت صوره ممتازه جدا خارج حدود الوطن. دونك بالنسبه لنا احنا الشبيبه هي الام، الشبيبه هي اكثر مدرسه تكون في الاجيال، مع كل ما احترامات الاكاديميه الاخرى، لكن فما شبيبه، فما البليس في الشبيبه ديما، فما بليس في الشبيبه. اكيد الشبيبه تبقى هي الام، تاريخ كبير. ادم مش نسلك السؤال، اكيد تتبع في الكاس الافريقي. باهي، فما مقابله باش نسلك عليها، تلعبت الدور النصف النهائي، فما فريق عربي ربح منظمة الدورة الكاميرون، شكون الفريق اللي ربح الكاميرون؟ مصر. باهي، مصر، بركلات الجزائر. عرفش أنت محمد صالح تعرفه؟ إيه. وين يلعب؟ في المغرب، في الجزائر، في تونس، ولا في مصر؟ في مصر. صح، يلعب في مصر. باهي، سؤال صعيب شوية. الدور النهائي اللي باش يتلعب اليوم في الليل، 8 متاع الليل، اليوم الأحد 8 متاع الليل، ما بينه شكون وشكون؟ يا إما مصر مع السنغال، يا اما مصر مع الكوت ديفوار، ولا السنغال؟ السنغال مع السنغال. باهي، وشكون تتكهن باش يربح، مصر ولا السنغال؟ مصر. ها، مصر. يعجبوك الملاعبيه نتاعهم؟ قاعده تتبع في المقابلات. ايه. يعجبك محمد صلاح؟ ايه. وين يلعب محمد صلاح؟ في ليفربول ولا في مانشستر؟ في ليفربول. ادم يلعب في ليفربول. ليفربول يعني. واللاعب اللي باش يلعب ضده المنتخب السنغالي، فما ملاعب زاد صاحب محمد صلاح يلعب في ليفربول، باش نعطيك اسامي، هل انه سايدو ماني ام سامويل؟ سايدو ماني. سايدو ماني، ها، اللي هو صحاب باش يلعبوا ضد بعضهم، هم يلعبوا في ليفربول، واحد باش يلعب مع المنتخب المصري، واحد مع المنتخب السنغالي. به المنتخب التونسي اكيد تتبع فيه المنتخب التونسي، نجم تسمي لي بعض الاسماء نتاع الملاعبين نتاع المنتخب؟ يوسف رمسيكني، سيف الدين الجزيري، نعيم سليتي، علي معلول، حنا بعض المزبري، بليل عيفة. باه، اللي سميتهم الكل، باش نسمي كل واحد تعطيني الخطة نتاعو، شنو المركز نتاعو؟ سيف الدين الجزيري شو يلعب؟ حارس مرمى؟ شو يلعب؟ علمي. باه، بليل عيفة شو يلعب؟ الدفاع. في الدفاع، نعيم سليتي. هو ابارامون عم سريتي قريب لك شويه في اللعب نتاعك انت، يمين ويسار؟ يمين. اي، ويلعب كيف كنتي، نجم يلعب على اليمين، نجم يلعب على اليسار. مدرب تاع المنتخب التونسي
يا اما منظر الكبير ولا جلال القادري. شكون المدرب الاول؟ منظر ولا جلال؟ منظر الكبير. وجلال القادري هو مو منظر الكبير، مو سعد نتاعو. به طموحك انت نهار اخر وين تحب ترى؟ في مانشستر يونايتد. علاش اخترت مانشستر يونايتد؟ خاطر فيها شكون؟ خاطر فيه كريستيانو. وتحبوا كريستيانو؟ ايه. علاش تحبوا؟ خاطر شوط المخالفات. بيعرفش نشوفوا نحن هذه الصور نتاعك انت هذوما هذوما في الاكاديمي. هذوما اصحابك؟ ايه. هاي هذه في كيدزلاند. هذوما كي مشيتوا لعبتوا البر. هذه ذات شكون؟ هذه اريدو. اريدو. وهذايا؟ ذا دربوك. وهذايا؟ أكاديمية البلبولي هذه أول ودي مع البوكا. معشي بلال طرابلسي نوجه له تحية بالمناسبة. بصراحة بلال طرابلسي يعني من أفضل المكونين في الأكاديمية الصغار. أتمنى الشباب تاخذوا ولتنتدبوا وتستثمر خبرته. هو مكرم التيبي يعني عديد الأسماء للأمانة. وأسماء يعني كبيرة خرجت من فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. وهي سي جميل حاجة البي أنه تكسر للأكاديمي حتى كي يخدموا الخدمه لكل شيء بشي بشي للشبيبه يعني الشبيبه باش تستنفع. نعرفوا نحن المركز تكون شبان تسكر قبل وتحب لها يعني فلوس وتحب لها برشا حاجات. اكيد انت ولي ومشيت تتفرج انه نفتقر البنيه التحتيه. انت مشيت حتى للساحل وشفت كنا نحكيو في الكواليس هاو كنت حتى العباد اللي باش تتفرج وتسمع مش تاكدن اللي البنيه التحتيه في الساحل مش كما في القروين ناقصين برشا. احنا البنيه التحتيه في القروين هشه برشا يعني احنا نصف ساعه ما بين القيروان وسوس يعني فرق كبير برشا في البنيه التحتيه حتى في الاستراتيجيه نتاع لي جون. دونك اكيد باش تعود بالنفع. احنا الهدف نتاعنا شباب القروين ترجع لمكانها الطبيعي شباب القروين وما ترجع بشب مكانها الطبيعي الا بوليداتها ولوديتها الا بالاكاديميه. العمل القاعدي هو اهم شيء وافضل شيء من الشبان يعني خاصه عندنا شباب القروين عندها افضل المكونين كي نشوفوا اكاديميه الاغالبه اكاديميه كيدزلاند البوكا يعني لافونير فما يكونوا في مستوى الامانه يحتاجوا شويه تاثير بركه ويكونوا في مستوى الامانه للامانه. وفما سؤال تطرح حتى الاولياء باش لعبات تطمين حتى على وليداتها اكيد فما تامين حتى الصغيرات زاده فما ملف طبي فما مراقبه طبيه تبعه. اكيد اكيد التامين هو في شيء بالقروين فما موجود يسرع على كل راحه حتى في بعض الاحيان يعني يغيب لما يغيب الناشئ على حصه يتصلوا بالولي نتاعو باش يتاكدوا يعني اسكو الوليد لاباس يعني اهم حاجه كونتينيتي وما وراء الستار يعني ما وراء المستطيل الاخضر اهم حاجه هو نجم نقولوا المراقبه سواء داخل الملعب او خارج الملعب. هذه قاعده في شيء بالقروين هذه الميزه نتاع شيء بالقروين. المدرب فاخر التويتي تعرف شنو الحاجات اللي باهين في فاخر التويتي اللي حسيتهم انت موجودين في فاخر كمدرب به شنو الحاجه تعجبك في فاخر التويتي؟ ايراني بالكدي و منضبط معكم يعني يفرض الانضباط ويشجعكم ديما فاخر ولا تتذكرش هكا لقطه ولا طرفه صارت هكا في الملعب مع اصحابك تتذكرش؟ والبركه تكملوا المقابله تخرجوا تتلموا مع بعضكم اصحاب وتحوسوا مع بعضكم تسالوا على بعضكم ديما تتكلموا مع بعضكم. باش نسلك سؤال طموحك تحب تمشي للمنتخب الوطني التونسي. شكون الفريق اللي يعجبك خارج تونس؟ بي اس جي. فيها جوار مش ملاعبي برشا لكن يلعب في بي اس جي تو شكون؟ ميسي. هاك تستعرف ملاعبي كبير ولا ها؟ ملاعب. اما خير ميسي ولا كريستيانو؟ الاثنين كيف بعض. الاثنين كيف بعض، ما عرفش نختار واحد، انت بكري قلت لي عجبني كريستيانو رونالدو. باهي، شنو الحاجة اللي تعجبك في ميسي ساعة؟ تعال نمشيو لكريستيانو بعد. الشوط المحرفات، يمالكي. يلعب باليمين ولا باليسار؟ باليسار. وكريستيانو رونالدو شنو الحاجات اللي تميزه؟ يشوط باليمين يشوط باليسار ويشوط المحرفات والفيلانتيات. وانت فماش هكا خاصيه من الخاصيات منهم الزوز هكا في كنتي تتوفر؟ الشوط المحرفات والفيلانتيات. سجلت مره مخالفه من بعيده؟ بيلانتي سجلت؟ ويقلقوك الحراس الكبار ولا انت ما يقلقك حتى حارس مركي؟ يقلقني حتى حارس. عيبي. وشني الحاجه اللي نربحوها من الرياضه نحن ادم؟ نربحوا الروح هذه ولا ما نربحوش؟ نربحوا. والرياضه فيها شنو؟ فيها الربح؟ والخساره. فيها الخساره. يعني نقعدوا نربحوا كان العلاقات. صحيح. قاتل به.
وصحيا باهية عندها منفعة للرياضي ولا الرياض؟ شنو الحاجات اللي تتبدل فيك تو ملي دخلت تدرب وتعرفت على برشا أصدقاء؟ شنو الحاجات اللي تبدلت فيك؟ أكيد فما حاجات تغيرت فيك وليت نجم تتحمل مسؤولية وحدك؟ مازلت؟ هو للأمانة يعني لما دخل شباب القرية ولا منظم برشا، فهمتي؟ حتى في على المستوى الغذائي ولا منظم برشا، يرقد برشا، يسمع الكلام برشا، منظم برشا في أفكاره، خاطر الأمانة سي فاخر تويتي إنسان نوتر برشا، فهمتي؟ يعني كلهم سواسية، فهمتي؟ أفضل شيء هو الميدان، يعني شكون يلعب أكثر من صاحبه، فهمتي؟ أما إنسان نوتر للأمانة، فهمتي؟ وبربي بالمناسبة هذه نحب نتوجه لكل المكونين اللي سهروا على سي آدم بوعيسي، أبرزهم بلال طرابلسي، سي مكرم تيبي. مكرم التيبي، وكذلك إسماعيل الخلفي، إسماعيل الخلفي، وسي عزم السعنوني. للأمانة هذوما يعني من أفضل ما أكون، وقدموا له نصائح وكانوا في مستوى الأمانة. شوف ولدي أني قاعد يتقدم معهم هما ومتأثر بهم التوا لحد هذه اللحظة. يعني بلال طرابلسي عنده نقولوا شخصية في آدم بوعيسي. هو الحاجة الباهية أنه الجيل الصاعد كما بلال، كما مكرم، كما فاخر، عديد الأسماء اللي يساهموا بشكل كبير يعني في ساق المواهب الصغيرات. وممكن حاجة هاو من منبر هذا، علاش ما تتعملش تظاهرات في شكل يعني مسابقات تصير لتورنوا بشكل ودي، يعني للأكاديمية موجودة في ولاية القيروان حتى الأحواز نتاعنا، باش النجم نلقاو عنصر ولا اثنين نعزوا به صفوف شبيبة القيروان، علاش لا؟ هو للأمانة هي يعني جهة القيروان هي تزخر بعدد المواهب، لكن صفوا القلوب، أهم حاجة نصفوا القلوب ونعملوا التورنوا للمربح للرابح نقولوا صحيت، والخاسر نقولوا حظ سعيد وحظ أوفر. لأن أمنيتي الوحيدة أني تصفى القلوب، خاطر عندنا مادة الخامة، وأني كنشوف الوليدات مثلا 2012 و2011 و2010 هذا من كنت من مقريب موجودين، كنوز موجودة، المهم التأثير والعمل الطيب والكلمة الباهية، رب قدر ربي ينقص ونشوفوا أبطال في القروان. واضح به. في الختام علاش كنت تحب تسلم؟ نسلم على المدربية وماما وحواتي وصحابي والمعلمين نتاعك. ليه؟ نسلم عليه. وانتي سي جميلة علاش كنت تحب تسلم في الختام؟ اولا اني نحب نشكركم انتم في اللي تحتونا الفرصه، هي فرصه معنويه للامانه في صبره في حياه افهم اللي كانت همزه وصل مع الصغيره الضومة. ونحب نوجه كل تحيه لكل غيور يحب شبه القروان ويدفع بشبه القروان نحو الافضل، وخلينا نصفوا القلوب راهو شبه القروان اهم حاجه، والمرات المعاكسه نتاعنا احنا، والرياضه ديما العقل السليم في الجسم السليم. ان شاء الله تصفى القلوب في ولايه القيروان ككل، مش كان على شبيبه القيروان، باش نجموا ننهضوا بالبلاد هذه اللي تعبت برشا ونرتقيوا بها نحو الافضل. هذه كانت حصتنا. البطل ضيفنا اليوم لاعب اكاديميه الشبيبه الرياضيه القيروانيه آدم، أكيد إن شاء الله نراه في المستقبل في أعتى الفرق الأوروبية. شكر خاص للموجودين والسهرين على إنجاح هذه البرامج الرياضية، أيمن ليغا في الإخراج التقني، كذلك سيف بولعريس في الإخراج الرقمي، عبد الله الحطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. أنا البطل.